بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في مدونه العتاد المعلومات. ان شاء الله النهارده يا جماعه ميعادنا مع الدرس التاسع من دوره سوني فيجاس برو. النهارده هنشرح الافكتات اللي ممكن نضيفها على الفيديوهات، ازاي نضيف افكت معين او تاثير معين على الفيديو، ازاي نبدا نحذف الافكت دوت، او ازاي نعدل عليه. تمام، درس النهارده مش هيكون كبير. اول حاجه هنروح على برنامج سوني فيجاس، هنفتح برنامج، بعد كده هنروح على بروجكت ميديا ونجيب اي فيديو عندي على الجهاز، وليكن مثلا الفيديو ده، وبعدين هسحب الفيديو على منطقة التراكات تحت بالمنظر ده، هكبر التراك شوية. تمام، دلوقتي عشان ابدأ اضيف تأثير على الفيديو بتاعي بروح هنا على حاجة اسمها فيديو اف اكس، التاب بتاع فيديو اف اكس. تمام، هلاحظ ان انا عندي شوية فولدرات، كل فولدر من دول يا جماعة جواه مجموعة افكتات. تمام، الافكت الاساسي اللي انت هتلاقيه عندك موجود هو الافكت بتاع فولدر اسمه سوني، ده الافكت الاساسي اللي هتلاقيه في كل اصدارات سوني فيجاس، سواء كان 11 او 13 او 10، هتلاقي كل الاصدارات بتاعت سوني فيجاس فيها الفولدر بتاع سوني جواه الافكتات بتاعته. تمام، طبعا دي افكتات ثابته اقدر اضيفها على الفيديو بتاعي. دلوقتي انا لو جيت شغلت الفيديو عشان نشوف الفيديو قبل ما نضيف اي افكت عليه، وهدوس على بلاي، معلش هرجعه من الاول. تمام، شوفنا الفيديو مع بعض، هو كده طبيعي ما فيهوش اي افكتات خالص، دي الالوان الطبيعيه بتاعت الفيديو. تمام، طيب دلوقتي عشان ابدا اضيف افكت معين على الفيديوهات بتاعتي زي ما اتفقنا بنروح على فيديو اف اكس وبختار اي فولدر من الفولدرات ديت. انا هختار الفولدر بتاع سوني، هلاحظ ان كل ما بقف على افكت من دول بيظهر لي الافكتات بتاعته هنا اهوت. تمام، طبعا المعاينه لما بقف على افكت بالماوس بيبدا يظهر لي الافكت بالطريقه ديت. تمام، طبعا في افكتات كتيرة. طيب ممكن نشوف فولدر تاني وليكن مثلا الفولدر ده. تمام كده او كده، في طبعا افكتات كتيرة، انت بتشوف الافكت اللي انت محتاجه. طيب يفترض مثلا انا عايز اضيف الافكت دوت، باجي كده اسحبه واحطه على الفيديو. تمام، واستنى شوية بيظهر لي المربع دوت. المربع دوت بقى يا جماعة دوت يعني خاص بالتعديل على كل الافكتات. طبعا انا مش هقعد اشرح التعديل على افكت داخل البرنامج، طبعا ده هياخد مني دروس كبيره جدا، فانا بقول لك بس المربع دوت يعني انت تتحكم بقى في المؤشرات دي من هنا كده. خد بالك ان انت لما تيجي تعدل في الافكت دوت بيظهر لك في شاشه البروفيو او شاشه العرض بتاعه الفيديو. خد بالك ان هو لما بحرك المؤشرات دي، بص تقدر تغير في الالوان، تبدا ممكن تزود او تقلل بالمنظر ده. تمام، بالطريقه دي زي ما احنا شايفين، خليه كده مثلا، وبعدين هنا ممكن اخليه كده او كده، ممكن كده، بتبدا انت بقى تلعب في الافكتات زي ما انت عاوز. طيب خلينا متفقين ان انت اي افكت هتضيفه هينزل لك في المربع ده مبدئيا اسمه فيديو ايفنت اف اكس، فيديو ايفنت اف اكس. الفيديو ايفنت اف اكس دوت ده بينزل لك فيه كل الافكتات اللي انت ضايفها على الفيديو، بمعنى ان انا دلوقتي ضايف افكت اسمه كوكي كاتر. تمام، كوكي كاتر دوت ده اسم الافكت اللي انا ضايفه على الفيديو حاليا، فبينزل لي الاسم بتاعه في الشريط الرصاصي اللي لونه غامق دوت. لو انا جيت ضفت افكت تاني هيظهر لي جنبه الاسم بتاعه. اذا كل الافكتات اللي انا بضيفها بتظهر لي في المربع الكبير دوت داخل الشريط الرصاصي دوت. تمام، اي افكت بضيفه بيظهر لي في الشريط الرصاصي دوت. طيب انا هقفل الشريط وحاجه اشغل الفيديو من الاول واشوف. ده بقى شكل الفيديو بعد ما ضفت الافكت عليه. طب لو انا مثلا حابب بقى اشيل الافكت ده او احذف الافكت دوت بعمل ايه؟ لو جينا في اخر الفيديو هنلاحظ ان في علامه زائد كده تحت او علامه بلس اسمها ايفنت اف اكس، لو ضغطنا عليها بيظهر لك المربع اللي انت بتقدر تتحكم فيه من الافكت نفسه. تمام، بتعلم صح على الافكت او بتشيله كده انت خفيته لكن ما حذفتهوش. لو انت حابب تشيله خالص من الفيديو بتعلم عليه علامه صح كده وبتدوس على العلامه ديت اللي هي ريموف سيلكتد بلجن، بيشيل لك الافكت. تمام، تعالى شغل هتلاقي الفيديو راجع للوضع الطبيعي بتاعه اهو من غير اي مشاكل. تمام، طيب انا حابب اضيف افكت تاني مثلا، نشوف مثلا الافكت دوت في مثلا. طيب نجرب الافكت ده، ناخده نسحبه كده تحت على الفيديو، برضه هيظهر لي المربع بتاع التحكم في الافكت او التعديل على الافكت نفسه. تمام، زي ما اتفقنا بتبدا انت تعدل زي ما انت عاوز بدون اي مشاكل. طيب انا هسيبه زي ما هو كده وهقفل المربع وهاجي اشوف الفيديو بعد ما ضفت الافكت عليه. تمام، هو ده مش حلو قوي او مش كويس قوي، انا شايف ان هو مش مناسب. لو انا حابب احذفه بدوس هنا على علامه الايفنت اف اكس دي، وبدوس هنا على العلامة اللي عليها اكس حمرا دي اسمها ريموف سيلكتد بلجن، بيبدأ يشيل لي الافكت اللي انا ضيفته. وخد بالك ان هو ده اوتوماتيك بيحولني
على الشاشه بتاعت الكروبنج اللي شرحناها قبل كده، تمام؟ واحنا قلنا طبعا ايه هو الكروبنج وازاي بنستخدمه في الدروس اللي فاتت. يا ريت الناس اللي ما تابعتش دوره من الاول تتفرج عليه عشان تبدا تفهم شرح البرنامج. طيب خلينا نشوف مثلا افكت كمان. في هنا مثلا افكتات كتيره، في كلر مثلا، مثلا الافكت دوت هاخده اسحبه على الفيديو هنا واحطه كده، هيظهر لي شاشه التحكم بتاعت الافكت، مش مهم هقفلها وبعدين هاجي اشوف الفيديو بعد ما ضفت. طبعا انت مش هتلاحظ اوي الافكت ده لان الافكت ده بيغير الالوان، فلو انا حابب اغير لون الفيديو طيب هحذفه خالص وهعمل ريموف وهقفل هنا تاني، وهروح اجيب افكت مثلا، مثلا الافكت ده ابيض واسود مثلا، تمام. طيب طبعا هنا الكالر دي الالوان بتاعت الافكت لو انت حابب تعدل فيها حاجة او كده يعني. هقفل الافكت وهاجي اشغل من الاول. خد بالك ان لون الفيديو اتغير اهو، تمام، زي ما شفنا ان لون الفيديو اتغير بعد اضافة الافكت. وزي ما قلنا برضو لو انت حابب تحذف الافكت دوت خالص بتيجي تدوس على العلامة ديت، وبعدين يا اما بتشيل علامة الصح من هنا او انك بتسيب علامة الصح وبتدوس على العلامة ديت اللي هي ريموف بلجن، وبعد كده خلاص انت كده حذفت الافكت من داخل الفيديو بتاعك، تمام. طبعا افكتات كتيرة يا جماعة، انا لو قعدت اجرب كل الافكتات دي طبعا الفيديو بتاع النهاردة ممكن ما يكونش ليه نهاية اصلا. في افكتات كتيرة هنا، مثلا بلاك اند وايت، ابيض واسود، في مثلا بوردر مثلا الافكت ده نجربه، تمام. لو انت حابب تغير لون البوردر الازرق اللي بره ده ممكن تغيره من هنا اهو. طيب تعال نشغل ونشوف، تمام. بتبدأ بقى انت تعمل عملية بقى ايه تعديل على الفيديوهات بتاعتك، بتبقى يعني بتبدع في الفيديوهات بتاعتك في المونتاج بتاع الفيديوهات بتاعتك على حسب ما انت عاوز بدون اي مشاكل داخل برنامج سوني فيكس، تمام. احذف الافكت وبعدين ادوس هنا وبعدين ادوس العلامة ديت وخلاص انا كده حذفت الافكت. انا النهاردة هكتفي بالدرس التاسع بإضافة الافكتات على الفيديوهات وازاي تحذف الافكت. ان شاء الله في الدرس الجاي هنشرح حاجات جديدة برضو في سوني فيجاس. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لكم وتكونوا استفدتوا منه. إن شاء الله انتظرونا في الدرس العاشر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.